الأنظار والإعلام تتجه إلى شخصية سياسية أو قيادية بارزة. كان قد انتشر خبر اغتيال وفاته حول العالم بالإعلام لفترة طويلة، ولكن سنرى هذه الشخصية بتظهر إلى العلن وعلى الإعلام، مما سيثير وبشكل صدمة عارمة للجميع. وأنا أرى أن هذه الشخصية القيادية ما زالت على قيد الحياة، وأنا مسؤولة عن كلامي، مما سيفضح الجهة التي قامت وتبنت عملية الاغتيال وتسبب صدمة كبيرة لشعبه وللوطن العربي. وأنا بقول أنه بعده عايش. يعني في صدام حسين، معمر القذافي، بن لادن، عماد مغنية، قاسم سليماني. لحظة بس، حدا من هالشخصيات قليلة؟ بعرف بتخلصي، بس حدا ما بعرف، ما حاول مصمم يا جمال خاشقجي. يعني انت قليل اذا علي. ما حاول، ما يا ليلى، ما حاول مين بيني وبينك. لا لا، ما حاول حدا من هالشخصيات. ما حاول مين، واحد من اللي قلتهم على لا لا لا، الاعلام هو بكره بيظهر مين. ما انا بمثله للاعلام. لا لا، الاعلام يعني الذهب ما قلتي لي، والحديد هو حطته بلبنان. يلا لحظه، عندك الصراع الاقتصادي سينتقل الى بورصه الذهب والفضه وإلى مجال الاستثمار، وسنرى فوضى عارمة على أبواب البنوك في أكثر دول العالم. سنشهد استقالة أحد الرؤساء العرب ومباشرة على الهواء وبشكل مفاجئ وصادم، والحديد سعره رح يعلى بدوبل، مثل الذهب والفضة. بدوبل الحديد. الحديد والذهب والفضة. أوكي. أوكي. في عنا نتنياهو وأبو عبيدة. أبو عبيدة، سوف نسمع بيان مفاجئ وصادم من أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، وهذا البيان يزلزل ويصدم الداخل الإسرائيلي وخاصة بين صفوف الجنود وقيادته العسكرية. ومن خلال هذا البيان المهم بيكشف أبو عبيدة عن معلومات وصور ومقطع فيديو تصيب الوسط الإسرائيلي بالهلع والخوف. ومن هنا سنرى شوارع أكثر من دولة عربية تمتلئ بالمؤيدين والمتظاهرين احتفالا بهذا البيان المهم والمفاجئ، وسيكون حديث الناس والإعلام. نتنياهو، أرى أن الجدل والضجة الإعلامية اليوم حول رئيس حكومة العدو الإسرائيلي نتنياهو ستؤدي إلى رؤية نتنياهو أمام قوس العدالة، هذا أولا. والمشهد القادم في الداخل الإسرائيلي هو الفوضى العارمة في الشارع والمطالبة بإبعاد نتنياهو عن رئاسة الحكومة بسبب مهم من خلال الحرب على غزة. ومن هنا أرى نتنياهو بعيدا عن السلطة، هلا إمتى وكيف ما بنعرف، وعن السياسة، ولا أستبعد أن يكون السبب عارض صحي مفاجئ. أما ثالثا وهو الأهم، أرى أنه سيتم رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية ضد رئيس الحكومة نتنياهو ومن عدة دول عربية وإسلامية ومن منظمات دولية وأيضا من عائلات آلاف الضحايا بواسطة محامون. ما قلتي لي كنت مصمم أزياء دوليون. مصمم أزياء وسكتتي. حكيتها. شو قلتي؟ هلا خليني بس أحكي. بس قولي لي شو قلتي، لأنه عم يسألوا الناس. يلا هلا بنرجع بنحطها. يطالبون فيها بالتحقيق مع نتنياهو بسبب أو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني واستعمال أسلحة غير مشروعة ضد المدنيين والمؤسسات الطبية. وهذه الدعاوي سوف تشكل أكبر أزمة وبلبلة في تاريخ العدو الإسرائيلي. في عندك معبر رفح بالأول. أوكي. كنت قايلة أنه بنشوف عزة ببيت أحد للأسف المشهورين من مصممين الأزياء اللبنانية، هو بال24 بال25 ما بعرف. هو اللي بيموت ولا حدا من عائلته؟ ما ب... أنا ما بقول موت. ما أنت قلتي لي حزن، خلينا نقول حزن. حزن شو بتشوف؟ ما راح يحزن لا ما راح، ما هو شو الحزن؟ قلتي لي أنت أنه أحد المصممين ما بنلاقيهم معنا بال2024. مش مصمم واحد، مش مصمم أحد كله. أحد إيه بال24 أو ال25 حزن يعني بقلب بيته.